لا يزال القليلون من الحرفيين في بلدة جزين بجنوب لبنان يحملون شعلة صناعة السيوف وأدوات المائدة التقليدية. هذه الحرفة بدأت في جزين منذ مطلع القرن السابع عشر، إلا أن المخاوف قائمة من اندثار هذه الحرفة. في محاولة للحفاظ على حرفة يدوية يعود تاريخها إلى قرون، لا يزال قلة من الحرفيين في بلدة جزين بجنوب لبنان يحملون شعلة صناعة السيوف وأدوات المائدة التقليدية. هذه الصناعة بلشت مع مطلع القرن السابع عشر عندما اجوا أهلنا لهون على المنطقة، وكانوا كلهم صناعيين يشتغلوا، يعملوا الأزاميل للبناء، يعملوا الفؤوس ليشطحوا فيها الحطب، يعملوا أدوات السكك تبع الفلاحة. كانت هذا شوي صار يصير في حروب وقصص، اضطروا انه يعملوا، كانوا يعملوا سكاكين المطابخ، اضطروا انه يعملوا السيوف، وخصوصا بالحروب بين فخر الدين وبشير الشهابي وهيك. وبدأت هذه الحرفة في القرية مطلع القرن السابع عشر عندما جاء الأجداد إلى المنطقة، حيث كانوا كلهم يعملون في هذه الصناعة، وكانوا يصنعون السكاكين للمطابخ قبل أن يطوروا صناعة السيوف التي تحولت فيما بعد صناعة سيوف مزخرفة للديكور لتتعلق بالمنازل. ويؤكد الحرفيون في المنطقة أنهم يتابعون عملهم الذي توارثوه بشغف، ويعملون على تطوير أدائهم والصناعة بشكل عام لعمل التحف التي توضع على موائد الملوك والرؤساء. كما عبروا عن قلقهم تجاه هذه الحرفة التي تتجه نحو الاندثار لعزوف الأجيال الجديدة عن تعلمها، على الرغم من كونها تدخل العملة الصعبة للبلاد. الوقت اللي فت على المصلحة وكنا هيك بلشنا نشتغل فيها، وكان في أجانب، كان لبنان مرتاح، يوصل مثلا الأجنبي ياخذ قطع، يعني ما نلحق لأنه كان كلها شغل يدوي وكذا، وهيك كنا نبيع، كان في إفادة، كان في ازدهار. وتشتهر جزين بصناعة الخناجر والسيوف وأدوات المائدة التقليدية، وكان من نتيجة ذلك إنتاج قطع مميزة بيع بعضها لملوك ورؤساء دول بحسب كثيرين. وكان للأزمة الاقتصادية في لبنان أثر سيء على الصناعة التقليدية التي يعمل بها الكثيرون، والتي أثرت على أرباحهم وعلى تطورها.